السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم في برنامج الجلسة الثانية من مؤتمرنا. حقيقة بدي بلش بموضوع خارج عن النص. مثل العادة بخرج شوي عن النص بعدين برجع. طول الشيء. بدي أحكي شوي وجع الطلاب اللي هني على المحك، عندهم شوية أسئلة. وهيدي الأسئلة بدي وجهها للجميع، وجهها لحالي، وجهها للمحاضرين والموجودين، والتوصيات هالأسئلة ممكن كمان تنرفع، لأنه ممكن تكون هالأسئلة هي مواضيع لمؤتمرات قادمة. بلش بقصة وجع وضياع لأحد الطلاب، قصة صغيرة بشكل سريع. أحد الطلاب بالسنة الثالثة عم يعمل اختصاص فيزياء، أنا بعلم فيزياء، لأنه بيستوقفني وبيقول لي: دكتور أنا بكمل دخلك اختصاص ولا بغير الاختصاص تبعي؟ هيدا السؤال إذا منحله مزبوط منشوف قديش الضياع. بعد 3 سنين ومطالب ناجح عم يسأل إنه أنا بكمل أو بكملش، خايفين على مستقبله، إنه أنا كملت فيزياء شو بدي اعمل بعدين؟ في مدرسة راح اعلم فيها، واذا علمت بدي فوت مستعان به، اقبض لي 400-500 ألف بالشهر او اقل، هي اذا اعطوني اياهم، وكل شوي ياخذوني يمين وشمال والى اخره، كيف بدي افتح بيت؟ كيف بدي اعمل الى اخره؟ كيف بدنا نبني مجتمع؟ كيف ما نبني وطن؟ بهيك سؤال. واسئله كثيره حاطرح عدد منها طلاب حكوا لي اياها، بتمنى انه اذا ما لقينا اجوبه عليها يكون في شغل ورش عمل قادمه حتى نلاقي اجوبه على مجموعه كبيره من الاسئله. اول سؤال بساله انه الطالب بيوصل على البكالوريا، مش هقول قبل، مش هنحكي مثل الدول المتقدمه، هنحكي عقد حالنا بواقعنا. انه الطالب يوصل على البكالوريا بنقي اختصاص انسانيات، شوف علاماته، بيعمل اختصاص انسانيات او كذا، بيقول انا بدي اعمل اختصاص الفلاني بعدين. طيب بيطلع على الترمينال بيروح، او على الثالث سنه ثانوي بيروح بيكمل، وبعدين ما بلاقي الشغل. هذا الطالب يا ترى انخضع لورشه تدريبيه انه انت شو مهاراتك، شو عندك قدرات، حكيناه عن سوق العمل الى اخره، ورشه مش ندوه، ورشه تشخيصيه لهالشخص هيدا، حتى نقول له انت يا فلان لازم تروح بهالتوجه هيدا او بهالتوجه هيدا او بهالتوجه هيدا. هولي ضايعين اولادنا، مثل واحد بيشتغل اخر شيء كل شغله بكبه، نفس الشيء اولادنا هيك عم بيصير فيهم، بيتعلم واخر شيء بكبه كل شيء يعملوه. ليش؟ قصة بدها جلسة. نعتبر انه في مادة عن التخصص مدتها 2 أو 3 ساعات، ونقعد معه لهالطالب هذا ونحدثه ونختبره ونشوف لوين هذا هالطالب بده يروح. سؤال. السؤال الثاني، عفوا انا مش مرتب الأسئلة بالترتيب، بس الأسئلة هيك اجت، انه بنحكي عن تطوير المناهج وارتباطها بسوق العمل. بتعرفوا انه في ثغره كبيره بتطوير المناهج بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي؟ تلاقي الطالب بالثانويه او بالمهنيه متفوق بالامتحان، لانه الاسئله اللي عم تجي بالامتحانات الرسميه مثل ما قال احدهم بتجي اسئله معلبه، حافظها الطالب، حافظ الموديلات اللي بيجوا، في كذا موديل بيجي موديل منهم بيختاره وبينجح فيه، بيطلع على الجامعه. بالجامعة لا، بيختلف الموضوع. بالثانوي موضوع حفظ، بيحفظ الواحد عن الغايب وبينجح. بس بيطلع على الجامعة بصف الموضوع موضوع تحليل. طلابنا مش معودين على التحليل. ثغرة كبيرة. مواضيع مش مترابطة بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي. في قفزة. أو في بالإنجليش جامب. حفرة بين هالتعليمين هيدا. ما عارفين كيف لازم نردمها إذا صار في عنا تحديث او تعديل بالمناهج.
حقيقة إذا ما نحكي بالمناهج ما نحكي شوي إنه نحن لمين بحاجة؟ نحن بحاجة بس لخريجين جامعات بيحملوا شهايد جامعية. هيدا يا ترى بكفي حاجات الوطن؟ بعد ما يحكي الدكتور بلال إنه في 30,000 خريج سنوي، في 5,000 فقط مهني والباقي كله جامعي. يا ترى نحن بحاجة فقط لخريجين جامعات؟ طبعا نحن بحاجة لهم، بس هذا هو المطلوب. بس نحن بحاجة لأصحاب خبرة بالصناعة، بالزراعة، بالسياحة، بالكهرباء، إن شاء الله قريبا بالنفط، بالتلحيم تحت الماء إلى آخره. نحن بحاجة لهول، هذه الفنيين. طب هل نحن عم نلحظن إذا ما نعدل بمنهجنا؟ أو كمان علامة استفهام. في نظرة عم نحكي هلا عن أصحاب الاختيارات الإنسانية اللي بيروحوا بيعملوا أدبي أو إنسانيات. في نظرة فوقية من الأصحاب اللي بيعملوا مواد علمية أو المجتمع للناس اللي بيعملوا أدبي. هيدي شو معناتها؟ هيدي معناتها تدهور بالأخلاق. لأنه الإنسانيات هالدراسات هيدي هي الأخلاق، هي علم الأخلاق. والأخلاق هو سياج العلم. ما في أخلاق العلم ما بيمشي حاله. شو بينفع إنه يكون في طبيب بيعمل لك 4-5 عمليات ما إلهم حاجة، محامي بينجح المذنب وبيسقط شو اسمه البريء إلى آخره. إذن الأخلاق هي أساس للعلم. فلما يكون في عندنا بمجتمعنا هالنظرة الدونية للعلوم الإنسانية، معناتها إيه؟ مجتمعنا عم يتدهور أخلاقيا. هذه مشكلة كبيرة. تطوير المناهج، بعدنا لحد هلا وسائل الإيضاح ما نحكي عنها بتطوير المناهج. حكوا الأساتذة هلا إنه LCD صح، LCD هو باسيف، ما بينفع بشيء. شيء وسائل إيضاح جديدة اللي بدنا نطرح. طلابنا سبقونا، طلابنا سبقونا، لأن طلابنا هلا فاتوا بعصر المعلوماتية، عصر السرعة. في تكنولوجيا جديدة من خلالها عم ياخذوا المعلومات بسرعة، بينما بعدنا نحن بالمدارس أو بالجامعات بعدنا عم نعلم بالسياسة التلقينية. هيدي ما بتفيد، ما عادش تنفع. إذا أي تغيير بالمناهج لازم يلحظ وسائل الإيضاح. سوق العمل، هلا أكيد أساسي بده يحكوا عن الموضوع. سوق العمل هو سوق ما في يقول إنه اليوم سوق العمل مثل بكرة. سوق العمل مثل الدولار، كل يوم بيتغير، كل يوم في وظيفة جديدة. يا ترى في دراسة انعملت للواقع اللبناني، وهالدراسة هذه عم تكون على طول عم تتحدث كل يوم حتى تواكب سوق العمل وتشوف بالضبط شو هي حاجات سوقنا. وفي دراسة عم بتشوف بالضبط قديش عم يتخرج طلاب بأي اختصاصات، وتعمل مقارنة بين حاجات سوق العمل والاختصاصات الجامعية اللي عم تطلع. في شيء عم يحمل مقارنة بين هالاثنين هولي؟ كمان في دراسة تربط بين حاجات سوق العمل والمنهاج التعليمي. أنا شو لازم بس بدي أدرس؟ ليش بدي أدرس عن موضوع فيما بعد سوق العمل مش بحاجة له؟ شوفوا الأولاد الصغار شو بتحمل على ظهرها شنط. مواضيع كثيرة ما بتنفع. بينما كان في ركز على مهارات، على خبرات من قليل وصغير، ركز على الأولاد وصولاً للجامعة، التعليم المهني، حتى بس يروحوا على سوق العمل يكونوا أصحاب مهارات وكفاءات. هيدي المواضيع كلها مش موجودة. حقيقة هيدي جملة أسئلة من أسئلة ما بتنتهي من طلابنا. فإذا نحن ما نعمل شيء فعلاً لازم نقعد مع الطلاب، لأنه هن اللي قاعدين بالنار هلا، وهن اللي عم بيشوفوا مستقبلهم كيف هو مظلم قدامهم. برجع على الموضوع تبعنا، برحب بالأساتذة
اهلا وسهلا فيكم بالدكاتره. اهلا فيك. من المعروف انه في الدول المتحضره التعليم بتفاصيل اختصاصاته يواكب متطلبات سوق العمل، وهذا الترابط كان له اكبر الاثر في ضمان مستقبل الطلاب والاجيال القادمه، وفي نفس الوقت ينمي الحراك الاقتصادي. مش قصدي الحراك الثاني، الحراك الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، استطاعت أوروبا في أواسط القرن الماضي بناء خارطة طريق تربط التعليم بسوق العمل، فأخذا يسيران جنبا إلى جنب في مسيرة النهضة العلمية والاقتصادية، ولم يعد هناك تكدس مفرط للمهارات والمهن خارج سوق العمل مثل ما هو حاصل لدينا. بعدنا عم نحكي يمكن بإدارة الأعمال منلاقي آلاف آلاف المخرجين، بينما الحاجات قليلة جدا، فهؤلاء الآلاف بيقعدوا ببيوتهم. حول أبرز المهن التي يطلبها سوق العمل في لبنان وعلاقتها بالاختصاصات الموجودة، يحدثنا رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الأستاذ حسن فقيه. تفضل. أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا يعني وسهلا. طبعا الموضوع موضوع شيق وكبير، حضرة راعي هذه الندوة الفكرية معالي الأستاذ ياسين جابر، السيدات والسادة في نادي النجاح في الجامعة الأمريكية للثقافة والتعليم AUC وجمعية المركز الدولي للتنمية والتدريب والتأهيل، الحضور الكريم. اسمحوا لي أولا أن أتقدم بالشكر من راعي هذه الندوة معالي الأستاذ ياسين جابر، الذي عودنا دائما على المبادرة الدائمة في رعاية ودعم النشاطات الفكرية والورش التنموية على أنواعها. وكذلك أن أتوجه بالشكر لمنظمي هذه الندوة لدعوة الاتحاد العمالي العام للمساهمة المتواضعة في هذه الندوة. السيدات والسادة الأعزاء، انطلاقا طبعا انا عملت دراسه كبيره سلمتها وراح اقرا موجز كثير صغير لانه موضوع مفتوح وفي حكي كثير، وين ما رحنا على مؤتمرات برا نقابيه وعماليه على طول بينحكى عن مخرجات التعليم وانه الناس بتتخرج ما عمالي تلاقي شغل. وطبعا بلبنان نحن بلد مصدر للمهارات ومصدر للعماله، منخرج 30,000 تقريبا خريج جامعي، في حوالي 6-7,000 بيلاقوا شغل، والباقيين بيوقفوا على باب السفارات وبشوفوا شانسن لوين بدهم يروحوا. وغالبا الناس اللي خريجين بالبلد هون ممكن تلاقي واحد عنده بسط خضره وهو جامعي. وكمان ما تنسوا انه ما يسمى بالربيع العربي اللي انطلق بشدة وبقوة بتونس، انطلق من طالب جامعي لم يجد له عملا، فجاب كم صحارة فيهم بسطة خضرة عملها على جنب الطريق، إجا البوليس يمنعه، ومن ثم انطلق ما يسمى آنذاك بالربيع العربي. هذه مشكلة موجودة وين ما كان. انطلاقا من تقديرنا العالي لأهمية هذه الندوة وخصوصا لهذه النخبة من القيادات التربوية والتعليمية المساهمة في أعمالها، وبشكل خاص للحاجة الدائمة للتوصل إلى أفضل المعارف والسبل العلمية لمعالجة هذه المشكلة البنيوية في العلاقة بين المناهج التربوية وسوق العمل. وانطلاقا من كل ذلك، قام الاتحاد العمال العام بإعداد دراسة أولية متواضعة كمساهمة منه وكواجب عليه في الانخراط بالتفكير الجدي في هذا الحقل التنموي والاجتماعي الذي أصيب بأمراض عديدة سواء على المستوى التربوي أو فيما يتعلق بسوق العمل. وما أدت إليه هذه الأمراض إلى حالة من التدهور المريع والمرير التي يعيشها بلدنا اليوم، وكنتيجة لمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية خصوصا خلال السنوات 30 الماضية على الأقل، التي تجسدت في نموذج اقتصادي هش نتجت عنه أزمة بنيوية حادة وانفصال بين المناهج التربوية وسوق العمل وحاجاته الفعلية. وسأحاول تلخيص مضمون هذه الدراسة وتحديد موقف الاتحاد العمال العام من الموضوع في الوقت المتاح لي، كما سأضع هذه الدراسة بين أيديكم. قبل أن أتحدث عن تطوير المناهج التربوية وربطها بسوق العمل،
علينا جميعا أن ندرك أن أي سوق عمل راهن، نتحدث بل أساسا عن أي سياسات اقتصادية بناها النموذج الراهن والقائمين عليه، وكذلك عن أي سياسة تنموية وتشغيلية مطلوبة للخروج من هذا المأزق المزمن. لن أخوض كثيرا في السياسات التربوية والمناهج ودور الدولة والجامعة الوطنية والجامعات الخاصة والمدارس الرسمية والخاصة والتي تضمنتها دراسة الاتحاد ومقاربته لها، بل سأترك للأساتذة طبعا وطرحوا معالجة هذا الجانب، وسأركز على موضوع سوق العمل أي البنية الاقتصادية القائمة والحلول المطلوبة، وليس الاكتفاء بالمتاحة فقط. لقد مال بناة الاقتصاد اللبناني منذ ما قبل الاستقلال وبعده من سياسيين ومتمولين كبار إلى حصر هذا الاقتصاد في قطاعات محددة مثل القطاع المصرفي والمالي والقطاع العقاري وقطاع الخدمات السياحية، وهي في معظمها قطاعات ريعية ربوية وهشة في نفس الوقت، وذلك على حساب الصناعة والزراعة وقطاع التكنولوجيا والمعلومات، وخصوصا بعد نهاية الحروب في لبنان، وعليه ما جعل من البلد، جعل من اقتصاده اقتصادا مشوها ووحيد الجانب. فالقطاع المصرفي الذي لطالما تغنى به أصحاب النموذج واعتبروه درة الشرق ومصرف الشرق، بحيث تضخم عدد المصارف والشركات المالية وتوسع دورها عربيا ودوليا، انهار في الأشهر الأخيرة دفعة واحدة كتمثال من رمل وليس كمثال يحتذى به. والقطاع السياحي والخدمات فقد دوره وأقفلت معظم مؤسساته عند أول اضطراب أمني لأسباب خارجية وداخلية. والقطاع العقاري لم يتعلم من الأزمة التي شهدها العالم كله في خريف 2008، حيث يتبين أنه ليس سوى فقاعة مالية خلقتها المصارف، فأصابت شظاياها غالبية أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وتدخلت الدول الرأسمالية الكبرى ومصارفها المركزية لإنقاذ أصحاب المصارف ومدرائها وإعادة تمويلها وتعويمها على حساب الناس من عمال وموظفين صغار وصغار المالكين والمستأجرين، كما هو حاصل اليوم في لبنان بعد إقرار قانون الإيجارات تهجيري لصالح أصحاب شركات التطوير العقاري وشركائهم في السلطة، خصوصاً ووقف تمويل القروض السكنية منذ أكثر من عام وخلق فوضى اجتماعية عارمة. ماذا نتج عن ذلك؟ أزمة بطالة مزمنة في غياب الشفافية والمعلومات وصعوبة الوصول إلى المعلومة، حيث أن المجلس النيابي أقر قانوناً مؤخراً يحق اطلاع الناس على المعلومة، فإنه إضافة للعمال والموظفين الذين يصرفون من أعمالهم ووظائفهم سواء بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة أو المزاحمة غير المشروعة في بعض القطاعات من قبل العمال غير اللبنانيين، والتي يتحمل مسؤوليتها الدولة بسبب عدم تنظيم العمالة الأجنبية أو جشع العديد من أصحاب العمل لتعظيم أرباحهم، بحيث باتت تتحدث الأرقام غير الرسمية عن مئات آلاف العاطلين من العمل، خصوصاً بين الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد والكليات ومعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني المنتشرة كالفطر. وتشير آخر الأرقام عن هجرة 66 ألف مواطن لبناني غالبيتهم من الخريجين هذا العام، السنة الماضية 33 ألف واللي قبلها 16 ألف. شوفوا التطور كيف عم يصير دوبل 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 على طول، وذلك حتى تشرين تاني 2019. كل ذلك مقابل تصديرنا لشبابنا الذي أنفقنا جنى العمر لتعليمهم وتأهيلهم إلى الخارج للحصول على فرص عمل لائقة ولو بالحد الأدنى. نستورد أكثر من 220 ألف عامل وعاملة، خصوصا منهم العاملات المنزليات، في بلد عدد سكانه لا يتجاوز 4 ملايين، يضاف إليهم عدد أكبر، وهنا لا نضم أعداد العمال السوريين والفلسطينيين الذين يجتاحون سوق العمل في أكثر من قطاع حيوي ويعملون في العديد من القطاعات وفي مختلف المناطق اللبنانية. إن إعادة بناء نموذج اقتصادي قابل للحياة والاستمرار، مكان هذا النموذج يعطي الأولوية فيه
للصناعة والزراعة والتجارة والخدمات التعليمية والصحية والإعلامية، وسواء من القطاعات المنتجة والتي تستوعب أعداد العاطلين عن العمل ووقف الهجرة، وقف هجرة الشباب أو الحد منها على الأقل، إن هذا يتطلب بصراحة وصدق بناء دولة وسلطة جديدة تقوم بوضع خطط إصلاحية جذرية في مجمل نواحي حياة المجتمع وتؤسس للمستقبل. وهذه مسألة مطروحة بحدة اليوم مع الفشل الذريع وانسداد أفاق النظام السياسي الطائفي والمذهبي الذي تغيب عنه المواطنة وتحضر فيه المحاصصة والزبائنية، ويغيب فيه أساساً رجالات اقتصادية ذات مستوى وإدارية ذات مستوى عالي. سيدات والسادة، بالعودة إلى أساس الموضوع، أنا خلصت. ومن أجل ردم الهوة ما أمكن بين التربية وسوق العمل، وخلال الكفاح من أجل التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ترتكز مقاربتنا على المهن المطلوبة التالية: هندسة المعمارية والمدنية، هندسة الميكانيك، هندسة البترول، على أمل بداية يعني البحث واستخراج البترول في لبنان حيث يؤمن فرص كثيرة، وطبعاً المحاسبة وتدقيق الحسابات التابعة لكلية إدارة الأعمال، المساحة، التمريض، هناك نقص كبير في هذا الاختصاص، الحقوق حيث نستطيع من خلاله التقدم إلى كتاب العدل والقضاء والضباط ورؤساء الدوائر ورؤساء الأقلام، وأستاذ في التعليم الثانوي طبعاً وغيرها من الوظائف، اختصاص في التصميم الجرافيكي، علم التغذية، مع الإشارة إلى أن الوظائف المتعلقة بالاختصاصات المهنية والعلوم التطبيقية هي في حاجة إلى أعداد كبيرة لسد النقص في هذه المجالات، عمال متخصصون في فن الطهو، النجارة، التدفئة والتبريد، ميكانيك سيارات وكهرباء، ميكانيك صناعي، وغيرها من المهن التقنية والفنية. الدور التوجيهي للأهل والمدرسة والجامعة، أخيراً مسؤولية التوجيه تقع على الأهل والمدرسة والجامعة معاً، كل طرف يتحمل جزء من المسؤولية. فيما خص الأهل، يجب عليهم مساندة أولادهم دون الضغط عليهم لاختيار الاختصاص، لأننا نرى عدداً كبيراً من الأهل، ويمكن نحن منهم نكون بفترة من فترات، هم من يقومون بطرح الأسئلة عن أولادهم، هم من يقررون أي من الاختصاصات هو الأفضل. وبالرغم من وجود متخصصين يقومون بشرح كل النقاط المتعلقة بسوق العمل، نجد في النهاية أن الأهل هم الذين يحددون اختصاص أولادهم، وهذا ما ينعكس سلباً عليهم في الجامعات، حيث نجد عدداً كبيراً كما سمعنا من الدكتور محمد قبل شوي من الطلاب يضيعون سنة أو أكثر من حياتهم، ومن ثم ينتقلون إلى اختصاص الذي يريدونه، هذا إذا لم يتركوا الجامعة نهائياً ويتحولون إلى أعمال أخرى. أما فيما خص المدارس فيتحمل مسؤولية كبيرة من خلال اختيار الجامعة التي ستقوم بعرض ما لديها من اختصاصات أمام طلاب المدرسة، على أن تتمتع بمستوى جيد وسمعة حسنة، وتكون الاختصاصات لديها مستوفية الشروط القانونية التي تضعها وزارة التربية من ناحية التصدير والمعادلة. إن حل مشكلة التعليم العالي وسوق العمل في لبنان لا تبدأ من الجامعة، بل تبدأ من مراحل التعليم الثانوي. فليس مقبولاً أن يتخرج من ثانوياتنا طالب لا يستطيع أن يحدد ميوله وقدراته العلمية، أو لا يمتلك مهارات التفكير السليم وأخذ القرار المناسب، أو ليس لديه فكرة عن الاختصاصات في لبنان وماهيتها، مواد التدريس، مجالات العمل، المهارات والقدرات التي تتطلبها، وتكمن مسؤولية الجامعات من خلال مواكبة سوق العمل والاطلاع على واقع التوظيف والوظائف ليتم تحديد جدول بالاختصاصات حسب الأولوية. كل ذلك يحتاج إلى العمل لقيام دولة حقيقية وسوق عمل منتج وثقافة مغايرة لما هو سائد. والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً للأستاذ حسن فقيه أبو طلال. مما لا شك إن للدماغ قدرات هائلة عند الإنسان، ولكن نسبة استعمال تلك القدرات محدودة لا تتعدى 7% بالمتوسط. يمكن أينشتاين استعمل شيء 10، ما أعرف دكتور طارق. ومما لا شك فيه أيضاً إن أي زيادة بتلك النسبة سيؤدي إلى تقدم هائل بنوعية حياة البشر. في فيلم حول هالموضوع، يمكن الطلاب لازم يحضروه، عن الذكاء، إنه كل ما بتزيد النسبة شو ممكن هالعقل يعمل. ما بضيع. وهنا بضيع بس ينزل تحت 7%.
وهنا يأتي دور المناهج التعليمية التي أصبح لزاما علينا تصحيحها لكي تنسجم مع أبحاث الدماغ الحديثة. حول هذا الموضوع يحدثنا الخبير التربوي مفوض الحكومة في الجامعة اللبنانية دكتور طارق هرموش. تفضل. مشكلة عن جد أنه هل في سوق عمل بلبنان؟ هالسؤال بينطرح. حكى كمان أستاذ حسن أنه عن الميكانيك، أنا ابني عم يعمل مهندس ميكانيك السنة الجاية بيتخرج ومش عارف وين بتلاقي له شغل. في مشكلة يعني حتى لو كان الاختصاص مطلوب ما في شغل بلبنان. يمكن هيدي من أيام الفينيقيين نحن ونشتغل بالتجارة، مخنا تجاري والتجارة شطارة، يعني ما في داعي لا مناهج ولا لتعليم. وهون بيستوقفني مشهد صار معي. في عندي صديق عمل دكتوراه بالفيزياء، بعد وراء عم يشتغل بشركة استشارات عالمية اسمها تومسون رويتر. قلت له شو خصك بالاقتصاد وبالاستشارات؟ قال لي هو بيفكروا انه اي حدا مخه علمي بياخدوا بيعملوا دورة 3 أشهر بيقدر يشتغل اي موضوع بده اياه او اي قطاع بده اياه. فاذا التوجه العالمي هلا نحو انتاج دماغ مفكر قادر على التحليل، وبعدين بيعملوا له تشكيل بورشه عمل بالقطاع اللي هن بدهم اياه. فنحن انطلاقا من هون حبيت انا تكون مداخلتي عن ابحاث الدماغ وكيف هالابحاث الدماغ اللي بنقدر نستثمرها ونوظفها في مجال التربيه والتعليم، وخاصه قال الدكتور توبي قبل شوي انه 7% اجت دراسه جديده هلا بتقول لا نحن بنستخدم 100% من دماغنا، ولكن شو قصدنا بال 7% اذا بدها تكون 7%، وشو قصدنا بال 100% اذا بدها تكون 100%؟ فبتختلف المقاربات بحسب طبيعه عمل الدماغ وكيف نحن بنقرا عمل الدماغ وبن اي مقاربة رح نفوت عليه نحو المناهج التربوية. أول شيء لحتى ناخذ عنوان المؤتمر تطوير المناهج التربوية. كلمة تطوير المناهج التربوية معناتها تحديث العناصر المكونة للمنهج، واللي حكى عنه الدكتور أنور قبل شوي إنه هن 4. تحديث هذه العناصر بما يتوافق مع الأبحاث وظروف المجتمع. يعني في دراسات جديدة عم بتصير وفي مجتمع عم يفرض حاجات معينة، فمن هذا المنطلق بتتحدد ضرورة تطوير المناهج التعليمية في أي بلد. تحديات المناهج اللبنانية، مثل ما بتعرفوا أنه كل منهج يعكس صورة المجتمع، ونحن بلبنان رح يتعب كثير العميل يقول أنه بحكي غير اللي مكتوبين. بلبنان من سنة الانتداب، من عهد الانتداب لهلأ ما في ولا أي تجربة حقيقية يمكن أن يطلق عليها تجربة إعداد مناهج. حتى التجربة الأقرب للمناهج اللي هي صارت بسنة 97 طلعت عرجاء لأنها لم يدخل فيها المكون الأساسي وهو مكون التقييم. فإذا بلبنان نحن ما فينا نقول أنه عندنا مناهج، لأنه المناهج في إلها مواصفات ونحن ولا مرة وصلنا لهذه المواصفات من حيث الإعداد. عم بحكي أنه تأليف المناهج غير ما نحكي بعد شوي من حيث التطبيق. فإذا نحن في عنا مشاكل هل عنا مناهج ولا لا، حتى نرجع بعدين نطورها. لما صدرت المناهج الجديدة بسنة 97 وطلعت على الرجاء، إجوا بسنة 2000 أصدروا كتاب التقييم واللي هو مفروض يكون تم صدوره بسنة 97 أو بال 94 لما بلشوا بالدراسة، من أجل أنه تكون المنظومة اللي مؤلفة من 4 عناصر تكون متكاملة. فإجت لزقة على المنهج، بنيت المناهج على أساس الأهداف وإجا التقييم على أساس الكفايات وفتت الدنيا ببعضها. فبعدنا لحد هلأ منقول شو يعني الكفاية وشو الفرق بين الكفاية والهدف. وقبل شوي كمان حكوا الشباب انه في عنا ستاندردز وبنش ماركس وهيك تفاصيل، ففي مصطلحات كثير تربويه بعدها نحن كمجتمع تربوي علقانين بيناتهم وين بنستعمل وشو بنستعمل، هل نحن ستاندردز ولا كومبيتنسز ولا اوتكمز ولا اوبجيكتيفز الى اخره. فاذا نحن الاساس للمناهج اللي هي الاهداف بعدنا مش متفقين على توصيفها. ما هي ابرز دواعي تطوير المناهج؟ يعني بنعمل تطوير للمناهج عندما يظهر قصور في المناهج القائمة، وهذه حاصل عندما
تستجد أبحاث جديدة وهيدا الشيء حاصل، واستجابة للرغبة الرأي العام كمان هيدا حاصل. فإذا ثلاث أسباب اللي هن بتسرع تطوير المناهج الموجودة، فإذا لابد من تطوير المناهج. دائما بس بدهم يطوروا مناهج أول شيء بيحطوا سمات المتعلم، وأول سمة من سمات المتعلم كمان نشغل عليها بسنة 2016، أول سمة هي تكوين المواطن الصالح. دائما بتنحط هيدي وبيبلش يندرج تحت منها شو يعني من أجل تكوين هذا المواطن الصالح لشو منحتاج. أنا الدراسة عملت دراسة على مناهج، مقارنة مناهج لبنان بمناهج سنغافورة في ظل امتحانات التيمس، وطلع معي نتائج كثير عملية بس بتخوف بمطرح معين. ففي عدة عوامل بتأثر على التعلم، العوامل هيدي مرتبطة بالمتعلم، وعوامل مرتبطة بالمعلم، وعوامل مرتبطة بالمدرسة. أخذت وقتها 17 عامل وعملت دراسة ملتي فاريبل وربطت 17 متغير. يعني عادة بتعمل دراسة بنحط متغير مستقل ومتغير تابع، أنا حطيت 17 متغير مستقل وربطتهم ببعض بأداة إحصائية اسمها HLM. طلع معي إنه بلبنان التعليم يتأثر بالمجهود الشخصي للتلميذ وأهله أكثر مما يتأثر بجهد المدرسة. يعني المدرسة ما عم تقدر تقدم شيء للتلميذ قدام المجهود الخاص والتربية بالبيت والبيئة اللي عاش فيها المتعلم، وهذا مؤشر خطير على أنه نحن بلبنان المدارس ولا شيء. يعني الولد وين بتحطه بيمشي حاله. أكيد طلع كمان عندي فارق كبير ما بين تقييم أو أداء المدرسة الرسمية مقارنة بالمدرسة الخاصة، وكمان المدارس اللي بالمدينة عن المدارس اللي بالأرياف، وطلع معي كتير نتائج بحسب العين اللي أخذوها بامتحانات التيمس. فهودي 17 عامل كل واحدة منهم كمان طلعنا بتوصيات كيف بنشغل عليهم من أجل تطوير تحصيل المتعلم، وخاصة في مادة الرياضيات. منفوت بعناصر تكوين المنهج، لأن نحن وقت لما نطور منهج بدنا نطور، أنا رح فوت دغري بالسلب الموضوع اللي هو العناصر. يتألف المنهج من عناصر أربعة اللي هن الأهداف والمحتوى والطرائق والتقويم. هودي كلهم لازم ينشغلوا بالتوازي مع بعض من أجل أن نقول صار عندنا مناهج تعليمية، وهولي بينشغلوا بعد وضع سمات المتعلم، وسمات المتعلم اللي بتنطلق من أدبيات المجتمع اللبناني ومن الدستور اللبناني. بيطلع عندنا سمات المتعلم، تجي هيدي المناهج لأجل أن تحقق هذه السمات. وبلبنان انحطت سمات المتعلم واللي هي كانت كثير مرتبطة بمهارات أو كفايات القرن 21. فإذا المنهج مثل ما قلنا هو بيرتكز على عناصر أربعة، لازم نشتغل على هول الأربعة من أجل أنه نحن نطور هالمناهج. هلأ المنهج اللي هو هول العناصر الأربعة نموذج عمله واحد اسمه كير KER، وقال وإجا المركز التربوي بسنة 2000 تبنى هذا النموذج، لأنه في عدة نماذج لبناء المناهج. نحن عم نحكي عن هذا النموذج الذي تم تبنيه في لبنان. الأهداف والطرائق، في مقولة بتقول إذا علمتني بالطريقة التي أحبها فإنني سأتعلم أي شيء تريده. علمني مثل ما أنا بحب، اللي بدك إياه بتعلمه. هيدا بالعامية، يعني الكيف، الكيف تحدد الماذا. الكيف تحدد الماذا، يعني الكيف هي طرائق التدريس، الماذا هي الأهداف. فإذا طرائق التدريس هي الأساس في تعلم أي محتوى أو أي أهداف أنت تريد أن تتعلمها كمتعلم، أو أن تقدمها للمتعلمين كنظام تربوي. من أجل تطوير الأهداف أخذت أنا بعض المؤشرات من النتائج أبحاث الدماغ، واللي هي حتى أقول شو مقصود بكلمة أبحاث الدماغ. بالزمانات كانوا يعملوا أبحاث اللي هني بافلوف وسكينر وهودي اللي اشتغلوا على علم النفس التجريبي، كانوا يجربوا ويأخذوا نتائج على الحيوانات بعدين يعكسوها على الإنسان ويقولوا عن المثير والاستجابة، ويطلع معه النتائج ويحطوا مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة إلى آخره. أبحاث الدماغ تشتغل بطريقة ثانية، بيجيبوا المتعلم بيعرضوا للتعلم وبيصوروا دماغ، فبتكون الأدلة مبنية على شيء حسي بيقدر يشوفوا الدماغ شو عم بيصير فيه لما يتعرض المتعلم لمثير معين.
فكانت نتائج أكثر موثوقية، واللي هي أخذت شهرتها من سنة 2000 وطلوع بلشت تفوت بمجال الأبحاث بقوة، وتطورت أساليب للتصوير. صار في شيء آخر شيء اسمه FMRI، واللي هي كانت أساس بتصوير مناطق الدماغ وكيف عم يصير بقلب الدماغ التفاعل عندما يحدث التعلم. وطلع أنه التعلم هو شيء بيولوجي، أنه بس يتعلم الإنسان بيصير في شيء بدماغه ببين، مش أنه فكرة مش ملموسة، لا، تعلم ملموس. فإذن الأهداف، حتى نحط الأهداف في مبدأ أساسي بأبحاث الدماغ، بيقول نضج الدماغ يختلف من شخص إلى آخر. هي أول مبدأ. المبدأ الثاني، تختلف اهتمامات المتعلمين. إذا أخذنا هول المبدأين بيطلع مفروض علينا نحن كواضعي مناهج أن نحط، نعمل ما يسمى بمميزة التعليم. We have to differentiate instructions. بالفرنسي بسموها بيداغوجي ديفرنسيه. يعني ما فيك تعلم نفس الأهداف ونفس المحتوى لكل الطلاب مثل بعض. هيدا إذا كنت أنت عم تبني مناهج مرتبطة بأبحاث الدماغ. بدك تعمل مناهج من أجل التعليب، تحطهم بعلب للأشخاص، اعمل مناهج اللي بدك إياها. بس بدك مناهج مرتبطة بأبحاث الدماغ. أبحاث الدماغ بتقلك إنه هو الأشخاص ما بيشبهوا بعض. في حدا بيقدر يقرأ بعمر 4 سنين، حدا بده 7 سنين لحتى يقرأ، واثنيناتهم أشخاص طبيعيين. شخص بيقدر يجرد بعمر 10 سنين، يعني قبل بياجيه بسنة، وشخص ما بيقدر يجرد لعبر 15 سنة، والشخصين طبيعيين. طب إنه إذا هو اثنين طبيعيين، كيف شو بدي أعمل أنا؟ فهون إجت فكرة مميزة التعليم، إنه ينعمل مناهج بسموها تايلر، يعني إنه مفصلة على قياس الأشخاص، وهيدي تظهر في المحتوى وأساليب التدريس. أثبتت أبحاث الدماغ أن الدماغ يطوق إلى المعنى، وهو دائم البحث عن الأنماط، حتى في الفوضى يبحث عن نمط. دائما دماغ الإنسان بده شيء ثقيل، ونحن بتمرق معنا كثير، بس نحط قدامنا حزورة بنضل نفكر فيها، ولو كانت الجلسة شو ما كانت بنضل نفكر بالحزورة. ليش؟ لأنه هيدي الحزورة مرتبطة بتركيبة الدماغ. فإذا الدماغ ما بيقبل بالأشياء الخفيفة، بده أشياء ثقيلة، بده أنماط لحتى يفكها. فإذا هذا يتطلب أنه يكون المنهج على درجة عالية من التفكير النقدي. إذا خلصنا من الأهداف وحكينا أنه لازم يكون مميزة ولازم يكون في أهداف على مستوى عالم، نجي للمحتوى. أنا عم بأخذ العناصر الأربعة على السريع عشان وقت الزملاء. تطوير المحتوى. أبحاث الدماغ بتقول تفعيل المعارف السابقة ضرورية لتكوين المفاهيم الجديدة. يعني في شيء اسمه برايمينج، يعني أنه لازم الولد يتعرض للمعلومة قبل ما يتعلمها، لحتى لما تجي أنت بدك تعلمه إياها يكون قادر يفوت معك بالتعلم. فإذا بالمحتوى بده ينعطى شيء قبل اللي بسموها معارف سابقة، يتضوى عليها قبل التعليم. هي بالمحتوى. المحتوى يجب أن يشكل تحدياً للمتعلم، وهيدي مبنية على فكرة أنه الدماغ يبحث عن نمط. فكانوا موفقين بمنهج 97 بمادة الرياضيات، كان كل درس يبلش بأكتيفيتي، وهذا الشيء أساسي، لأنه الأكتيفيتي يعني تحدي، يعني وهيدي متوافقة مع طبيعة عمل الدماغ. وحتى كمان بالأبحاث بتقول أنه مجرد التفكير في حل المسألة حتى دون الوصول إلى إجابة ينمو الدماغ. يعني حط مسائل، خلي الولد يفكر وما تخاف انه اذا ما حلها. واكيد بتروح على فيغوتسكي هون، نظريه انه لازم يكون في تفاعل اجتماعي بين الاشخاص، ولازم يكون في سكافولدينج من الكبير. فهون بتروح كمان على طرائق التدريس. كمان ابحاث الدماغ قالت انه الدماغ ما بيقدر ينتبه لوقت اكثر من وقت معين، واللي هو قاسوه انه قد عمره بالدقائق. يعني عمره 7 سنين ما فيك تخليه ينتبه اكثر من 7 دقائق. طب اذا التلميذ بالصف الثاني ابتدائي بينتبه 7 دقائق، بيجي انا بفوت على الصف وبشرح له درس لمده ساعه، بكون عم بشتغل عكس طبيعه عمل الدماغ. فشو بيعملوا؟ يجب تجزئه المحتوى، بسموها تشانكينج، يجب تجزئه المحتوى. يعني 7، إذا قلنا الحصة هي 50 دقيقة، يعني 49، يعني بيتقسم الدرس ل7 أجزاء لصف الثاني ابتدائي لحتى يقدر التلميذ يستوعبه.
ولما تم المعالج الأولية بحاجة لدورة لتاني يوم لحتى ينام، لأنه التعلم يتم خلال النوم. ولازم وكمان بيروح المناهج على البيت، يعني انه لازم الولد ينام بكير لانه خلال النوم تتم الوصلات الدماغيه وبيجي ثاني يوم حافظ الاشياء. وهون كمان لازم نعود الاولاد على طرق مراجعه كمان في لها تفاصيل كيف بيراجع الولد الاشياء، وايمتى لازم نعطيه هوم ورك، لانه اعطاء الهوم ورك بعد الانتهاء من شرح الدرس هيدا قاتل ل شو اسمه الوصلات الدماغيه اللي بتتم. في وقت معين لحتى نعطي الهوم وورك، وفي وقت وفي طريقه كمان لحتى التلميذ يقرا بالبيت لحتى نضمن شيء التعلم الذي يذهب الى الذاكره طويله او بعيده او طويله المدى. طيب بعد في شغله مش مكتوبه هون، طرائق التدريس مكتوبه هونيك. اظهرت ابحاث الدماغ أن بوابة الدماغ تعمل بسموها أميجدالا أو الليمبيك سيستم، تعمل بالعواطف. يعني إذا التلميذ طرح عليه موضوع بيهمه هالبوابة الدماغ بتفتح وبيشتغل دماغه. يعني طرائق التدريس يجب أن تتضمن أساليب تظهر أهمية المحتوى للمتعلم من أجل أنه تفتح بوابة الدماغ ويبلش يفكر. وكمان قالت أبحاث الدماغ أنه التهديد هو عدو للدماغ. يعني إذا أستاذ فايت على الصف وقايل له إذا ما سمعت منيح بدي أقسم لك علامات، خلينا نحط المسطرة عشان بنعتبرها موضة قديمة. ما بعد المسطرة إذا قال له الأستاذ بس تسمع غلط بدي أقسم لك علامات، يعني هيدا تهديد، معناته الولد مش رح يكون بوضعه الطبيعي. فلاحظوا قديش الاشياء مركبه ومعقده من اجل انه نعمل مناهج تتوافق مع ابحاث الدماغ. بكتفي بهذا القدر من الحكي، وان شاء الله اذا كان في جلسات سابقه بنحكي تفاصيل اكثر. شكرا لاستماعكم. شكرا دكتور طارق عرموش. في لبنان 46 جامعه، واحده رسميه الجامعه اللبنانيه والباقي خاصه. مدة الدراسة تتراوح بين 3 و7 سنوات أو أكثر بعد المرحلة الثانوية. هناك 600 معهد ومدرسة مهنية رسمية وخاصة، يصل عدد اختصاصاتها إلى 130 أو أكثر اختصاص في مختلف المستويات، عدا الدورات السريعة. يتخرج سنوياً بين 25 و30 ألف في مختلف الاختصاصات، فقط مثل ما قلنا 5000 مهني والباقي جامعي. يستوعب سوق العمل ما يقارب 10,000. حقيقة هذه الإحصاءات هذه كانت قبل الأحداث الأخيرة. بعد الأحداث الأخيرة أكيد تغيرت. في عنا حوالي 70,000 طالب متخرج هاجروا، وفي 300,000 فرصة عمل فقدوها أصحابها بالبلد. بتونس توصل النسبة ل 40%، بمصر 35%، بالمغرب 18% من عدد الطلاب المتخرجين خارج سوق العمل، وربما النسبة أكبر. هذه بس للمقارنة. مقاربة الاختصاصات الجامعية في لبنان مع العالم العربي وعلاقتها بسوق العمل يحدثنا عنها نائب رئيس الجامعة اللبنانية الأمريكية الأستاذ سعد الزين. تفضل. شكرا. نحن عم نعمل مقارنة، أما مش مقارنة، هي مقاربة. مقاربة بين سوق العمل وبين المناهج اللي عم نتعلمها بالمدارس وبالجامعات. أكيد إذا هلا في عندي برزنتيشن طويلة عريضة ما رح فوت فيها. هلا في كتير نحن هون منعلم بالإنجليزي وبالجامعة منعلم بالإنجليزي. أنا مني إنسان أكاديمي أبدا، ما خصني بالأكاديمي. أنا مستلم بالجامعة اللبنانية الأمريكية، مستلم مركز الابتكار اللي هو الانوفيشن سنتر، اللي هو يعنى بالمبتكرين، الطلاب المبتكرين اللي عندهم أفكار حابين يطوروها وما عندهم فرصة أنه يطوروها. نحن مننقي هالطلاب أكيد بعد بروسس معين، منحطهم عنا، مندربهم بطريقة معينة لحتى يقدروا يطوروا الأيديا تبعهم، الفكرة تبعهم، وتصير هي بزنس سولوشن، حلول عمليه. يعني اللي نحن عم نحاول نساعد فيه باللي عم تحكوا فيه، كثير حكى قصص كثير حلوه اليوم،
عم نحاول انه نقوي الاقتصاد مش عبر انك انت تروح تدور على شغل، بل انك انت تصنع العمل. فطلابنا نحن مندربهم يكونوا انتربرينور، يكونوا اصحاب فكر، اصحاب همم، وهن اصحاب مشاريع، يقدروا هن يطلقوا افكارهم وهن يقدروا ياسسوا اعمالهم. وهيدي هي المهمه الرئيسيه لهيدا المركز. هلا اذا نطلع بين الدراسه وبين سوق العمل، بدي احكي شغله كثير فينا بعد اذا بترين بعد بعد اوكي بعد وحده هاي. طيب بس نفهم نحن ليش في سوق عمل، شو بالتغييرات. اذا بنطلع على السوق اللبناني اما السوق العربي، لانه نحن بنحكي على السوق اللبناني، المنهاج باللبنان وبالدول العربيه نحن نفس الحاله، ما بنقول هن افضل اما نحن افضل. الحاله هي منا كثير منيحه انه نحن عندنا مناهجنا عم بتحضر الطلاب انه تكون قدرانه تواجه اما تواكب سوق العمل لسبب معين، وكثير انحكى قبل شوي على الثورة الصناعية. الثورة الصناعية هي السبب الرئيسي بتغيير نمط العمل. ونحن لهلا عم شفنا من السنة 1780 لليوم مرقنا بأربع ثورات. كل ثورة كان سببها شيء. الثورة الأولى اللي كانت 1780 كان سببها بنعرف انه كان كل شيء هو الفحم الحجري، اما الووتر ماشينز اللي اشتغلوا تغير نوع العمل، صار في انواع عمل معينه ما راح فوت فيها، بس هي اللي سببت تغيير نمط العمل وسوق العمل والمناهج والتدريس. بعدين بعد شي 100 سنه صار عندنا كهرباء، صار عندنا الات، صار المصانع عم تشتغل على ماشينز كبيره، يعني تغير سوق العمل، تغير من شيء لشيء ثاني. بعدين ب 1900 بتلاقوا الحقبات الزمنيه كانت كثير طويله بين بعض. بال 1970 لحديت هلا نحن يعني ب 30 سنه 40 سنه عم نشوف ثورتين صناعيات، مش ثوره واحده. بالسبعينات صار في عندنا كمبيوتر، ما كنا نعرف شو يعني كمبيوتر، صار في عندنا كمبيوتر، كان كمبيوتر بالخمسينات كان قد الاوضه، بعدين صار هالقد، هلا صار هالقد، صار هلا على الطاوله قاعد معنا. فهيدي الثوره الصناعيه الثالثه غيرت المناهج كلها، وصار لازم يعني الطالب يواكب، بس جامعاتنا ما كانت عم بتواكب لسوء الحظ. وفجاه بعدنا ما عم نقدر نتحضر بين المناهج اللي شفنا من حضره الزملاء قبل، انه المناهج من 79 ما تطورت. فتصوروا انتم كنا عم نحاول نواكب تطور الكمبيوتر، طلع لنا الذكاء الاصطناعي. نحن هلا بعالم تكنولوجيا بعاد كثير عنا المناهج والدراسات وكل شيء عم نتعلمه، كثير بعيد عن وين نحن. ولسوء الحظ، وهيدا شيء نحن عم نواجهه وعم نحاول نشتغله بالجامعه، انه نحن هلا بالتحضير للثوره الصناعيه الخامسه، اللي هي اساس الذكاء الاصطناعي. Artificial Intelligence هو الثورة الصناعية الخامسة اللي بلشنا نحكي فيها. فإذا بنجي نطلع وين رايحين بنقول ايه شيء بخوف. هلا وحضرتك دكتور توبي حكيت كم شغلة كثير مهمة كنت انا بدي اقولهم، بس رح ارجع اختصرهم. نحن عندنا اكثر من 60 جامعة ومعهد، شيء بخوف. بنخرج 37 الف طالب بالسنة، كمان رقم كبير. سوق العمل ب 5000 ل 6000، شو بنعمل ب 30000؟ انا كل ما اروح على حفله تخرج بجامعه بزعل، بنبسط لهم بس بزعل. وين بدهم يروحوا هالطلاب؟ مشان هيك مركز الابتكار هو عم نحاول نساعد الطلاب انه هن يكونوا اصحاب افكارهم وهن يلاقوا العمل. بس لازم نغير المنهاج بطريقه دراماتيكيه. هلا في بعض الناشطين بهالمجال حاولوا، فينا نقول انه في محاولتين كثير جيدين كانوا من بالمجلس النيابي. في النائب الاولى سحناوي قرب قانون بيشرط انه يكون تعليم الكودينج والبرمجه الكمبيوتر من الصف السابع. يعني لازم الطالب بالصف السابع يبلش يعرف شو يعني كودينج، لانه نحن رايحين على مرحله كثير مختلفه. انا كنت حابب اشوف طلاب كثير اليوم، بس يمكن الطلاب مش كثير، يعني نقول هلا كورونا، خلينا نقول كورونا هي القصه، بس كان لازم نشوف طلاب كثير تنقل لهم
انه لازم يبلشوا يفكروا بطريقه كثير مختلفه انه وين بدهم يروحوا وشو بدهم يدرسوا. الكودينج انه هيدا مشروع قانون بمجلس النيابه كثير مهم. الزاميه الكودينج البرمجه. وفي مشروع ثاني كمان قام في نائب ثاني بانه كيف لازم نسمح لشركات التكنولوجيا يكونوا معفيين من الضرائب، يكون الكابيتال تبعهم كثير اقل، يعني مساعده هالشباب انه يواكبوا هالتطور الموجود. فنحن هيدي مشكلتنا صراحه. رح ارجع احكي بعد بشغله ما رح طول، نرجع نجرب نروح لقدام شوي من اوكي بعد 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 اوكي خلينا نوصل لهي اللي قبل شوي اذا تريد. اوكي هيدا شوي بخوف هالجراف هيدا. هلا في كثير دراسات بتقول ومنا دراسه، هذا اكيد دراسات احصائيات هي بتكون مبنيه على اسس. بالسوء الحظ بلبنان ما عندنا احصائيات كثير كبيره، بس بدنا نحكي احصائيات عالميه. عالميا بيقولوا انه بعد 20 سنه في اكثر من 50 مليون وظيفه رح تختفي. هلا مزبوط رح تختفي، بس رح يتعدل هالوظائف بوظائف جديده. فنحن وين؟ وين وزاره التربيه؟ وين وزاره التعليم؟ وين الاستراتيجيه اللي هي المفروض تكون استراتيجيه دوله وليس استراتيجيه وزير بيلحق توجه سياسي؟ اما عندنا مشكله اكيد كثير كبيره. اذا بنطلع هذا الجراف وبنشوف شو هو، بنلاقي انه الاوتوميشن يعني هي السبب ليش عم نفقد العمل تبعنا، لانه صار في اوتوميشن، يعني الماشين والروبو واي شخص الارتفيشال انتليجنس هي عم تاخذ محل الاشخاص. بس ما راح فوت بالتفاصيل، بس في معلومه صغيره انه الدرون اللي نحن بننبسط فيه بنصوره بالاعراس، يمكن نحن اكثر شيء بنستعمله انه بنصور الدرون بالاعراس، بينما الدرون هو اكبر خطر على هيومن كابيتال. هو راح الدرون راح تقريبا يخسر حوالي 172 بليون دولار من مدخول العالم، لانه هو عم بيحل محل العالم. يعني هو اللي بيراقب، هو اللي بيروح. بلما انت بمزرعه كبيره عندك تنقول اربع نقاط مراقبه وعندك شباب عم بتروح تبرم بتشوف شو عم بيصير، بحط درون، الدرون بتبرم بتعرف شو عم بيصير وخلص بتعطي معلوماتها. بالحرب عم نشوف نفس الشيء، درون قد عم بتكون ذكيه لك قد عم بيكون هيك. البنوكي نحن كنا نقول يا رب يلا خلي شي بنك ياخذه، هلا الوضع سيء جدا، عم نقول اللي قاعد بالبنك يعني يمكن ربنا كان مش راضي عليه. بس باي شكل anyway انه البنوك عم تختفي، يعني الموظف البنك اللي قاعد التلر صار عم يختفي منه موجود، لانه صار التليفون في حل محله، صار الاونلاين بانكينج بحل محله. ففي كثير عندنا مشاكل كثير عديده بالمنهج تبعنا، وين بدنا نروح، شو بدنا نروح بالطلاب. شغلة تانية كتير مهمة بعطي نصيحة، شو عم بدي أقول أنا شو عم نعمل بهذا المركز. وأنا بدعي أي ثانوية هون، لأنه نحن لازم نبلش التوعية مش بالجامعة، التوعية بتبلش بالمدارس وبالثانوي. فنحن عندنا بروجرام نعم ايه التوعية بتبلش بالثانوي تنعرف وين بده يروح، صح؟ فبدنا نعرف التلميذ وين بده يروح 100%. فلذلك نحن عندنا بروجرام هلا سويناه بعد ما اطلقناه اسمه ميد ذا 21st century، تعرف على القرن ال21. هن كنايه عن 10 وركشوبس. انا ما بعلم، انا بعطي وركشوبس يعني قصص تمرينيه عن الذكاء الاصطناعي، عن الفيرتشوال رياليتي، عن السمارت سيتيز، عن يعني بكره التاكسيات. حاج بطلال بطل في تاكسيات بالعالم، بدبي سنت الجاي ما بتيجي على تاكسي بدون سواق. اوكي فيك الدرون بياخذك من محل لمحل، يعني كثير عم نتطور، بس نحن هون اكيد وضعنا كثير متخلف. فانا بدعي اذا حدا بحب يا يجي لعنا على الجامعه، نحن بنفتح يعني هيدي الفرصه للكل يجوا على الجامعه لعنا. واذا بدكم نحن نجي نعمل حملات توعيه بالثانويات نحن كثير حاضرين. مية بالمية هيك لازم يكون، ولازم نغير الاختصاصات. وهون كمان نذكر، والحاج بطلال والسابقين ذكروا كتير مهم، نحن فايتين على عصر بترول.
مش هيك؟ مبسوطين بحالنا، بس وين هيئنا حالنا؟ وين مهندسين البترول اللي عندنا؟ مين عم بيخرج؟ هلا نحن ممكن بدي احكي شوي عن حالنا بالجامعه اللبنانيه الامريكيه، ايه عندنا هندسه بترول كثير منيح، خرجت 200 مهندس، وين التقنيين؟ وين المهنيين؟ وين اللي عم بيروح على الـ على الـ يعني على المنشأة النفطية اللي عنده اعمال كليريكال، اللي عنده اعمال مهنية تقنية؟ طيب هيدا قطاع كبير كتير، مبسوطين انه بدنا نصير نحن فتنا بالكلاب النفطي، بس وين هيئنا الطلاب تبعونا؟ هلا نحن عم نستورد عالم من برا حتى يمشوا هالقطاع، بينما كان لازم طلابنا نهيئهم، لانه نحن صرنا عم نحكي بهالقطاع. اوكي طيب ما حدا اشتغل ولا مهنية عملت ولا ما هي حضرت حالها. فهيدا المؤسف اللي كتير كبير، وتجاوب على السؤال اللي أنا لازم أحكي فيه، المقارنة بين المنهج التعليمي وسوق العمل، بقول لك المقارنة جدا سيئة لسوء الحظ، غير موجودة، ولازم نشتغل على حالنا كتير. وشكرا لكم. شكرا الأستاذ سعد الزين. من الأهمية بمكان الإشارة إلى العلاقة التي تربط سوق العمل باختيار التخصص الجامعي، سيما في بلد انعدمت فيه دراسات السوق وحاجاته، الأمر الذي أظهر مؤثرا جديدا في ذلك لا يعدو دائرة قيم النظم الرأسمالية. وعلى ذلك قص الأزمات المتلاحقة بالمنظومة الاقتصادية والسياسة في لبنان. يأتي ذلك كله في سياق واحد يفسر أسباب الأزمة الراهنة حول محددات اختيار التخصص الجامعي بين حاجات السوق وقيم الترسمل. يحدثنا من الجامعة اللبنانية أستاذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معهد العلوم الاجتماعية الدكتور علي كرك. تفضل دكتور علي. يا رب. يعطيكم العافية. أنا آخر واحد والظاهر بكونوا كلهم تعبانين، فنحاول نشد الهم شوي. لا خذ راحتك. طبعاً الباحث لما بده يقوم بأي بحث بده يكون عنده فكرة. هي تنطلق منها لهي الفكرة الإشكالية البحثية. ولا ممكن يكون في بحث بدون إشكالية بحثية. والإشكالية البحثية لا تتوقف عند حدود التنظير. يعني لازم انا انزل على الشون او على الفيلد. اشكاليتي كيف تركبت، كيف اخترعتها؟ يتمظهر المبنى المعرفي للبحث عم بيجمع ما بين معرفي وما بين نظري وما بين هو واقع. يتمظهر المبنى المعرفي للبحث على شكل خلق متلازمة ما بين العقلية التجارية التي ميزت النشاط الاقتصادي في لبنان وما بين اختيار التخصص الجامعي. عم بيجمع بين السيستم النظام الاقتصادي اللي انبنى بلبنان وبين آليات ومحددات اختيار التخصص الجامعي لدى الأطفال، لدى التلامذة، من قبل التلامذة. فتؤسس هذه المتلازمة لنمط ومسار من شأنهما إيجاد الخلل وعدم التوازن بين مختلف القطاعات، الأمر الذي يفسر تداعيات السوق وهشاشة بنيانه. أولا الاختصاص الجامعي هو أمر، اختيار الاختصاص الجامعي أمر مهم جدا على مستويين، أول مستوى المستوى الشخصي للطالب، والمستوى الثاني ما يشكل من إضافات على صعيد القطاعات الاقتصادية في لبنان. كيف جمعت أنا ما بين قضية الاقتصاد والنظام الاقتصادي في لبنان ودوافع اختيار التخصص الجامعي؟ بدقيقتين بشكل سريع، كيف تشكل هذا النظام الاقتصادي ولا سيما في مرحلة الجنرال فؤاد شهاب ستينيات، في أوائل ستينيات القرن الماضي؟ كانت بعض الدول العربية عم تأخذ استقلالها، عم تنبني، اعتمدت بكل شيء، بكل قضاياها الاقتصادية وغيره والبنيانية والعمرانية على ما ينتجه السوق اللبناني. فارتبط الاقتصاد اللبناني بشكل وثيق بطلب السوق الخليجي. بعد شوي
اجتنا اتفاقية القاهرة وتلا ذلك الحرب الأهلية 15 سنة، كانوا الدول العربية عم يبنوا حالهم، كنا نحن عم نتراجع. المنتج اللبناني ما بيقدر يحط رأس مال كبير بمحل معين، لأنه هذا الرأس مال رح يحترق نتيجة قصف أو ضرب، نتيجة الحروب ونتيجة الاجتياح الإسرائيلي اللي صار، اللي كان يستهدف أكثر ما استهدف بعمله العسكري هو منشآتنا الاقتصادية. 30 ألف هدف كان بال 2006 ضرب الاجتياح الإسرائيلي الجوي. إذن هيدا المنتج حول عنده عقلية، بده يسترجع رأس المال بسرعة، بده يحط رأس مال صغير وبده يبيع دغري. يعني خلال سنة لازم يبيع، ينتج ويبيع ويرجع رأس ماله. تحولت هذه العقلية بدل من أن تكون عقلية إنتاجية مستدامة إلى عقلية تجارية، وهذا اللي هلأ عم يحكوا عنه بالعقلية أو الإنتاج الريعي. هذا هو هكذا بنى مع وضع الحرب اللبنانية وارتباط الاقتصاد اللبناني بمتطلبات السوق الخليجي. هيك بنكون فتنا على الموضوع. يا ريت بتعطيني الفرضية اللي بنيت عليها بحثي، بتقول ان غياب سياسات التوجيه والتوعية والإرشاد الخاصة باختصاص التخصص الجامعي بناء على حاجات السوق يجعل من دوافع واتجاهات ومعايير اختيار التخصص لا تتعدى دائرة قيم الترسمل. يعني المنتج اللبناني بعقليته الربحية والريعية انعكس على طريقة اختيار التخصص الجامعي لدى التلامذة ولدى الأهل في البيوت. بدهم شغلة سريعة وبدهم قصة توصلهم دغري. هم التيتر وهم التايتل كان هم كبير وبعد ولا زال هم يسيطر ويخيم على العقلية الأسرية في المنازل. من التيتر؟ من مهندس؟ من طبيب؟ هيدا التيتر قتل القضية الإنتاجية بالتعليم وبالقطاعات الاقتصادية. وهنا الموضوع ارتبط بهذه الطريقة. هيدي فرضيتي، خليني انزل على الارض انا اشوف فرضيتي كيف اتطبقت، كيف شفتها، هل هاي الفرضية صحيحة او هل الفرضية غير صحيحة. كان التحقيق الميداني باكبر ثانوية بلبنان هي ثانوية حسن كامل الصباح اللي تأسست سنة عام 1960 وفيها 425 طالب ترمينال. تعبى 50 استمارة مع ترمينالات. خلينا نشوف الاجابات من خلال الجداول اذا سمحت. علوم الحياة 60% رايحين على علوم الحياة. ليه 60%؟ علوم الحياة يمكن قد تؤمن مروحة كبيرة جدا من الاختصاصات الجامعية. فرض بدل ما انه الطالب ينحصر بمحل معين باختصاص اجتماعي اقتصاد بمحل معين، لا، عم يروح على مروحة اكبر بكثير من القضية. خلينا نروح على الثاني اذا سمحت. نوع الاختصاص، المادة التي يحبها الطلاب، شيء المادة. كمان لقينا تطابق في المعلومات انه طبيعيات 56%، هونيك 60%، هونيك 60% شو اختاروا؟ علوم الحياة. بينما كمان الطلاب الذين عبروا عن رأيهم بالنسبة للمواد بحبوا هذه المادة بنسبة 56%. يعني هنالك لحد هلأ تطابق بما صرح به التلامذة. نوع الاختصاص الجامعي اللي بده يختاره الطالب، اول شيء الطب بنسبه قدام 40%، بنسبه 40%. ثاني اختصاص الهندسه 20%. رجعنا على جمع 60% من الطبيعيات هونيك بحبوها من اختيار تخصصهم الجامعي. تطابق هون، تطابقت النسب للطلاب ما بين الطب اللي هو 40%. المشكلة هل يعي الطالب بإمكاناته لكي يذهب إلى اختصاص الطب؟ سرعة البديهة، القدرات العقلية، ما في ورش عمل، ما في مشكلة سوق العمل. 2018 صيف 2018 وزارة العمل عملت مؤتمر أعلنت إنه هناك 25,000 خريج بيشتغل منهم 5,000. طيب وال 20,000 هم بروحوا مش هجرة، تهجير. طيب بال 2019 اجت موازنة العام 2019 تمنع التوظيف لمدة 3 سنوات. هون الناس لهم اللي يروحوا، 100,000 او 75,000 طالب عم يتخرجوا سنويا من الجامعات اللبنانية، واللي عم يحلم ابن المدرسة الرسمية عم يحلم يعمل طب. انتم بتعرفوا قديش كلفة الطب؟
ما بين 20,000 و30,000 دولار بالجامعات الخاصة، والجامعة اللبنانية هو اختصاص غير متوفر للجميع لأنه بيعتمدوا بالامتحانات الكونكور، يعني بياخذوا أحسن أو أعلى 100 طالب، واللي بيسقط ما بيكون ساقط بالعلامة، بيكون ناخد علامة عالية بس مش ماخد 18 أو 17 ونص أو ما إلى هنالك. هيدا الابن المدرسة الرسمية عم يحلم بنسبة 60% يعمل طب ويعمل هندسة مع البادجت الكتير كبيرة لكلا الاختصاصين. هو عارف حاله انه بده يعمل طب وبده يعمل هندسة، وعارف حاله انه هاي الجامعات الموجودة بلبنان والموجودة برا لا توفر له هذا الاختصاص بما يملكه من امكانات مادية. اذا خليني اروح على التالي تمام معروف. هل يتم اختصاص اختيار التخصص بناء على المواد التي يتفوق بها الطلاب بنسبة 72%؟ نعم. كمان تطابق ما بين 60% اللي عم يختاروا طب وهندسه وما بين الناس اللي بيحبوا الطبيعيات وعم يختاروا علوم الحياه بالثانويات. خليني اروح على التالي تمام معروف. المعرفه بحاجات السوق، هنالك 40% بيعرفوا، بس هول 40% من خلال المقابلات الخاصه معهم كيف بيعرفوا؟ بيعرفوا من خلال الانترنت، لانه اصلا ما في ولا دراسه بتعطيك حجم أو حاجات السوق المحلية والسوق فضلاً عن السوق الإقليمية، فعم يتبعوا على أسس العلاقة بالإنترنت وهي غير موثوقة، لذلك إن على علم، لكن هذا العلم لا يخولهم أبداً أن يكون ذلك دافعاً لاختيار التخصص. هون السؤال بيرد على فرضيتي. هون السؤال اللي وقع في الطلاب وأجابه صح. شو هو؟ ليه أنت؟ شو هي المعايير اللي اعتمدتها اللي اخترت هذا الاختيار اللي بدك تاخذه بالمستقبل؟ اول شيء 20% حلم الصغر، ثاني شيء 70% اكثر تحقيقا للربح. هون رجعنا لقيمه الترسمل والربحيه اللي تاسسها المنتج اللبناني بهذه العقليه اللي تاسست بالحرب اللبنانيه، رجعنا لنشوف هذه العقليه موجوده عند كل طالب بقلب بيته، موجوده عند كل اسره بقلب بيتها، عم تدفع ابنها ليختار التخصص الجامعي لان هذا التخصص يؤمن له اكثر رفاهية وحياة كريمة، مش لأنه السوق المحلي أو السوق الإقليمي بحاجة له. نحن نهجر طلابنا، نحن نهجر خريجينا، وأنت بتعرف ال 5000 اللي عم يتوظفوا بالسوق المحلي، هن أصلاً توظيفهم على أي أساس، على أي معيار؟ شو المعايير اللي خلوني يتوظفوا؟ هل معايير الكفاءة ولا معايير المحسوبية؟ محسوبية. يعني نحن أمام سوق عمل هش ومشلول جدا لا يستطيع ان يؤمن استدامه لهذا البلد. هلا بتتفاجئوا انه البلد صائد 200-300 ألف موظف غير مؤهلين تم اختيارهم بناء على المعيار الطائفي والمعيار الحزبي وغيره، متفاجئين انه بلدنا انهار. ليه؟ القاده اللي عم يقودوا هذا البلد 200-300 ألف موظف غير مؤهلين، 90% منهم غير مؤهلين لانه تم توظيفهم لانه شيعه او سنه او مورنه او ما الى هنالك. هون أنا أكدت على فرضيتي أن القيم الترسمل تدفع الأهل وتدفع الطلاب إلى اختيار تخصصات جامعية أصلاً هن مش قادرين يكملوا فيها، أصلاً هن مش قادرين يروحوا يعملوها. مشان هيك بتلاقي بعض الكليات بالعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية تعج بالطلاب، لأنه الحلم مثل ما قال دكتور طوبي بيروح على الجاب بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، في هو كثير كبير، لما بخلص انا جامعه بوصل بنصدم ما قادر اعمل شيء، عم روح على العلوم الانسانيه، لذلك نرى كليات او معاهد العلوم الاجتماعيه والكليات العلوم الانسانيه في الجامعه اللبنانيه تعج بالطلاب. خليني اخذ واختم مع لقد توضحت بشكل جلي محددات اختيار التخصص الجامعي لدى التلاميذ الثانويين، فتموضعت بشكل كبير بين قيم الترسمل والربحية المتصلة بالعقلية التجارية التي سيطرت على النشاط الاقتصادي وطموح الأهل. نظام تعليمي غير موائم وغير مطابق وغير مطابق لحاجات السوق، أحلام عند طلابنا ما قادرين يحققوها، دراسات للسوق معدمة وغير موجودة، توظيف متوقف، تهجير لخريجينا مستمر وعم يروح يفتش على جنسيات، وطن عم ينهار يوم بعد يوم. يعني المفروض فعلا نبلش بتغيير العقلية الريعية الربحية اللي هي تسهم فيها الاقتصاد اللبناني لنقدر نبني جيل يقود مستقبلنا. يعطيكم الف عافية. الزميل الدكتور علي كراكي، شكرا لك. حبيب. برافو. شكرا على المداخلات
القيمة التي تعتبر مدماج أساسي لمرحلة قادمة نأمل فيها أن توضع أسس متحركة ومتجددة للمناهج لكي تبقى تواكب سوق العمل المتغير. نبقى مع مجموعة من الأسئلة. طيب بنبلش مع الدكتورة وفاء مروي بمداخلة حول تدريس اللغة العربية في بلاد الاغتراب. تفضل. يابا بدنا نمشي. ما حنطول. 10 دقائق ماكسيموم نروح على التوصيات. الحضور الكريم، تحية للقائمين على هذا المؤتمر التربوي القيم الذي سيعود بالفائدة على بناء مستقبل زاهر بالأمل والتفاؤل لبناء جيل جديد. وكلني فخر واعتزاز مشاركتي في هذا المؤتمر التربوي بعد أن كان لي مشاركة فعالة في المؤتمر العربي الأفريقي في الأول من شباط حول بحث المناهج، المفهوم الحديث للمنهاج، موازنة بين المنهاج التقليدي والمنهاج الحديث، أنواع المناهج، المنهاج الخفي الرسمي الواقعي، وأين يلتقي المنهاج الرسمي والمنهاج الواقعي. سأكتفي بطريقة سريعة ومختصرة نظرا لضيق الوقت حول المنهاج الرسمي. إن المفهوم السائد للمنهاج على الصعيد السياسي الرسمي يعني وثيقة المناهج الرسمية المقررة من وزارة التربية. هذه الوثيقة التي تتضمن الأهداف العامة والمحتوى والأساليب والأنشطة التعليمية وأساليب التقويم، ولكن إذا أمعنا النظر في النظام التعليمي نكتشف أن هذه الوثيقة ليست إلا واحدة من عدد من الوثائق أو الأدوات الرسمية التي تشكل منها المنهاج. فلسفة التربية والتعليم في ذلك المجتمع، السياسات التربوية والهيكل التنظيمي والإداري للنظام التربوي، تقنيات التعليم، برامج إعداد المعلمين وأساليب الإعداد والتدريب، دور الأسرة وأولياء الأمور. ومن النادر جدا أن يضع المسؤولون هذه العوامل جميعها على طاولة البحث، ولو فعلوا ذلك سيجدون كثيرا من النقاط الغامضة في المنهاج التي تحتاج مزيدا من إلقاء الضوء عليها، وكثيراً من القيم التي يمتدحها المنهاج مهملة جداً. من هذه القيم الثقة بالنفس، مهارات التعليم الذاتي، التعلم من خلال العمل، التعلم المبني على الاستقصاء، التعلم بالاكتشاف والتفكير والمهارات. بينما نجد الكتب المدرسية تغص بالمعلومات الجافة والتي لا تنمي مهارات التفكير أو القيم العليا، بل أن الكتاب المدرسي يمجد حفظ المعلومات ودليل المعلم قد يوصي بالأنشطة التعليمية المبنية على العمل الجماعي والتعلم من خلال العمل في مجموعات بهدف تنمية مهارات البحث العلمي والمهارات الفكرية العليا.
والجدول المدرسي الذي يقسم اليوم الدراسي إلى حصص صغيرة لا يسمح بإجراء هذه الأنشطة التي تحتاج إلى ساعات من العمل المتواصل. وإذا كان مدير المدرسة منفتحاً وأجرى التعديلات اللازمة على جدول الدروس اليومي، فإن التجهيزات والمرافق المدرسية أو البناء المدرسي أو المواد المالية أو البشرية أو الروتين الإداري لا يسمح بذلك. وإذا تجاوزنا هذه العقبات سنجد المعلم غير مؤهل لتنفيذ هذه الأنشطة. عندما نخرج من مراكز تطوير المناهج وتدخل إلى المدارس في غرف الدراسة وتشاهد التدريس نجد العجب. هل هذا هو ما خططنا له بالفعل؟ هل هذا ما قصده واضعو المناهج؟ ستجد أنواعا شتى من الممارسات التدريسية، بعضها جيد وبعضها فيه التجديد والحماس والعمل والإنتاج. وستجد كثيرا من الممارسات غير الصحيحة، وفي جميع الحالات من الصعب جدا أن تصدر تعميما، فإن أي تعميم لا يخلو من الخطأ. وما هذا؟ هناك معيار واحد لقياس مدى نجاح المنهاج، ألا وهو كيف يتم التعليم في مدارسنا. يتم من خلال المقررات الدراسية، كتب الطالب وأدلة المعلم وأساليب التدريس التي تتمحور حول المعلم، أي تلك يكون فيها المعلم هو مصدر المعلومات وهو العامل المركزي في عملية التعلم التعليم والتعلم. وشكرا لكم. شكرا دكتورة وفاء على المداخلة القيمة. أسئلة بتصور أنه معش معنا وقت، فحنروح هلا على التوصيات. شكرا لكم جميعا.